بناء العرض بالنسبة لي هو السينوغرافي هي شيء أساسي في تمشي مع رؤية المخرج. يعني ما في يقول إنه يعني عادة بكون السينوغراف هو بيكون النص انوجد، بيكون الممثلين انوجدوا، بيكون المخرج موجود وبيتصلوا بسينوغراف ليعملوا الشغل. أنا بحس يعني بهذا الترتيب ولا ما بقدر بشتغل بهذا الأسلوب. الفكرة تبع الورشة بلشت إنه عايزين كونه عادة أي حدا عم بيعمل يعمل مسرح ليكون عنده إنتاج هيدا عم يكون صعب، أو ممكن يكون عنده إنتاج بس مش أي حد بيقدر يحصل على إنتاج بسهولة. ودائما فكرة إنه لو ما فيش فلوس ما بنقدرش نعمل مسرح، لو ما فيش فلوس ما بنقدرش نعمل سيت، ما فيش فلوس ما بنقدرش نعمل كوستيوم. فالفكرة بلشت من هذا المحل انه هات لنعمل سيت بلا بيدجي بلا اي شيء، مش بمسرح وبمينيموم بادجت. اليوم حنشتغل حجرة تشتغل لخمسة. اختيار المكان هون انه انا بعرف انه في جزء كبير من الديكورات القديمة او الاكسسوارات او الزبالة اللي المفروض تترمي بعد هيك موجودة بهذا المكان. فهذا كان سبب الأساس لاختيارنا هذا المحل، وجربنا أنه نشتغل عليه على أنه مش مسرح أول أسبوع، فاللي هو ناس اختارت جوا، ناس اختارت تحت، ناس اختارت تعمل. ما كان بدي حدا يشتغل على الستيج. ووصلنا لمحل أنه في عندي 6 أشخاص عم يشتغلوا، كل واحد لازم يعمل ست. فبأول أسبوع كل واحد عمل ست من الزبالة الموجودة فينا نعتبر. وبعد ما خلصوا الست تبعهم كان عندي يعني مسموحات وممنوعات بهذا الشغل. الممنوعات هي انه ممنوع نستخدم الاوبجكت الموجوده بنفس الطريقه، يعني اذا طاوله ما نستخدمها كطاوله، اذا كرسي ما نستخدمه ككرسي، هات لنشوف شو فينا نعمل. وما كان بدي اشتغل على نص لانه كنت بعتبر يعني الفكره من الشغل هلا هو الى حد ما جرب شوف القدرات طبعا الكرياسيون، كيف قادرين يعملوا تأليف او كيف قادرين يبنوا شيء من غير ما يكون في قصه بايدهم. ممكن اقول حاجه؟ هو ده مش داخل لجوه قوي؟ السات مش راجع لورا قوي؟ هو ده اخرنا عشان في الشاشه اللي هتنزل. يعني مش عايزاه يرجع، ما عايزاه يطلع قدام. لا هو برضه يطلع قدام، ما فيش حاجات اكيد. ما بالظبط. هيك الفكره الثانيه اللي كانت امبارح هو انه نحن دلوقتي على مسرح، على خشبه مسرح، والست سات اللي عملتوها بدي تجمعوها بمكان واحد وتطلع منها ست واحد. طبعا خافوا بالاول، كانوا شوي ضايعين بمحل، وبتخيل بين امبارح واليوم قدروا يوصلوا لنتيجة معقولة بغض النظر عن المعنى، بغض النظر إذا هذا تركيب بس أو تشكيل عم بحكي بصري بس. ما عملتها يبقى جاسحة. أيوة بسيك السلم ويروح بقى معنا. خليه مين معنا. أيوة أيوة ارفع عبعتين كمان عبعتين هوب عبعتين. ثبت ايدك طيب.